بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم والدنيا بخير. سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام خاتم المرسلين، رسول الرحمة، ربنا أرسله برسالة القرآن يبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة ويكشف الغم، نبينا وهدينا، شفعنا، قدوتنا في الدنيا ودليل لكل الأمة. علمنا من أخلاقه وسيرته العطرة إزاي نواجه كل أمورنا بالعقل والحكمة. الحكمة عند الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وإزاي نقتدي بيها في حياتنا، تفاصيل مهمة هنقولها النهاردة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات. دايما لما بنتكلم عن الحكمة ونقول انه في شخص حكيم، نتصور انه عنده من الخبرة كتير، قاري كتير، عنده وعي لأمور كتير، اتحط في مواقف كتير، ولكن القرآن الكريم ذكر معنى الحقيقي للحكمة. نعم. هو ايه؟ بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحكمة في اللغة، حكمة عند أهل العلم، الحكمة في القرآن وردت بست معاني. ده البداية كده. الحكمة أقول حاكم وأقول حاكوما. حكم يعني قضاء. حاكو بضم الكاف يعني صار حكيما. والحكمة جاية من الحكمة. والحكمة عارف حضرتك الفرس اللي جام اللي في وسط اللي في رأس الفرس، مش فيه حديدة في فم الفرس تمنع الفرس، بتخليني أتحكم منه. إيه؟ أتحكم في الفرس. أتحكم فيه يعني إيه؟ أمنعه للأصلح. فالحكمة معناها المنع للأصلح. والقاضي اسمه حاكم ليه؟ لأنه يمنع الظالم عن ظلمه ويمنع عن المظلوم الظلم. وربنا اسمه الحكيم، وسيدنا النبي حكيم، والقرآن حكيم، وأمرنا بالحكمة. أدي المعنى اللغوي لكلمة الحكمة، المنع للأصلح، ومنه التحاكم، ومنه الحاكم، ومنه الحكيم، ومنه مجلة محكمة. فمسألة الحكمة شيء عظيم جدا. طب العلماء قالوا عنها إيه؟ أقول لحضرتك، قالوا طبعا كلام كثير جدا جدا، لكن أقول أهمهم ثلاث تعريفات. تعريف في إيدي اليمين، تعريف في الشمال، تعريف على رأس. في إيدي اليمين النظر في مآلات الأمور. بمعنى إيه؟ بمعنى ابدأ والنهاية أمام عينيك. بمعنى إيه؟ يعني يبقى عندك إلمام كامل بالموقف كله. أيوة. من بدايته لنهايته. الله يرضى عنك، الله ينور عليك. وهذه الحكمة. إن أنا قبل ما أبدأ خطوة أبقى بص نهايتها إيه. أنظر إلى العاقبة، النظر في عواقب الأمور، وده اللي هو اسمه التدبر. لأنه تدبر النظر في دبر الشيء، يعني أنا ده اسمه القبل ووراي اسمه الدبر، فأنظر فيما وراء الأمور، ده اسمها حكمة. يبقى النظر في مآلات الأمور، مش أعمله زي ما يحصل، لا 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 خالص. قبل ما تقول كلمة هتروح فين الكلمة؟ قبل ما تعمل فعل، الفعل ده نهايته فين؟ قبل ما تاخد قرار، القرار ده موديك فين؟ يبقى اسمه النظر في نهايات الأمور. ولذلك ستيفن كوفي في العادات السبع للناس الأكثر فاعلية، أول عادة كن مبادرا، يعني ما تبقاش رد فعل. طب تاني عادة ابدأ والنهاية أمام عينيك. يعني اعرف النهايات، النظر في المآلات، النظر في الغايات، النظر في العواقب. ما تمشيش بالأمور كده وخلاص، تسيب نفسك تاخدك مكان ما هي. لا لا، المؤمن إزاي؟ المؤمن كيس ومفطن. يبقى أدي أول تعريف. التعريف الثاني سرعة الجواب بالصواب. حلوة خالص، سرعة الجواب بالصواب، تسأليني أجاوبك وبسرعة وبصدق، وبسرعة وبصواب، وبسرعة وبحق، مش يقول وخلاص. فدي من الحكمة، سرعة الجواب بالصواب، يعني أجيب سريعا بصواب، أجيب سريعا صح، أجيب سريعا مظبوط، أفكر لكن عندي سرعة بديهة، سرعة بديهة قوية جدا، اسمها الحكمة، حكمة عظيمة جدا. طيب على رأسي الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. أدي أهم ثلاث تعريفات. فعل ما ينبغي يعني أعمل الحاجة الصح في كما ينبغي، يعني تتعمل على أكمل وجه وفي الوقت الذي ينبغي. لأنه لو فعل ما ينبغي كما ينبغي مش في وقتها ما ينفعش خالص، إنما فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وقيس عليها بقى قول ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، قرار ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هذه الحكمة.
طيب ناخد التليفون ونكمل. مدام فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة السلام الله عليكم. وبركاته، اتفضلي. عاملة ايه مدام منير؟ الحمد لله بخير. ممكن كان فضيلة الشيخ رمضان؟ اتفضلي. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا مش سامع كويس. السلام عليكم. ايوه كده تمام. علونا الصوت شويه في الاستوديو. الو لو سمحت، اذا كان الشيخ رمضان. اتفضلي، هو مع حضرتك. ايه الشيخ رمضان عامل ايه؟ الله يسلم سعادتك، اهلا وسهلا بيك. الله يخليك يا رب، انا بحبك جدا جدا. ربنا يجبر خاطرك. ومن كتر حبي فيك عماله اكسرها في البيت وحطها قدام ليل نهار. ربنا يسترك ويستر جميع المشاهدين والمشاهدات. الله يديك الصحه والعافيه. امين. بقول لك لو سمحت ممكن اخد رقمك بعد اذنك؟ في مسألة خاصة كنت هقولها عليها. حاضر. طيب ارجعي لي الكنترول يا مدام فاطمة. طيب نعرف ازاي نقول الحكمة في القرآن وبعدين نعرف نقول؟ يبقى احنا قلنا تعريف الحكمة في اللغة، تعريف الحكمة عند العلماء، وقلنا ثلاث تعريف، ودي مهمة جدا، وياريت الناس تكتب التعريف دي عشان تبدأ تتحلى بالحكمة. لأنه ضد الحكمة أهوج، فوضوي، لا بيحسب للأمور ولا عارف هو بيقول إيه ولا بيعرف إمتى يتكلم فين وفي فين الوقت المناسب، ولذلك ملهاش علاج. يعني هي عندنا كارثة الحماقة، شخص الاندفاعي. طبعا لكل داء دواء يستطب به. إلا الحماقة أعيت من يداويه. يعني ممكن ملهاش حل. أصل الحماقة دي صورة الغباء، يعني مش غباء بس، لا ده الأساس. بالظبط، ده هو ممكن يبقى حامل كارثة وتيجي تقولي لك، يقول لك هو مش مدرك اصلا الموضوع هو ايه في ايه وانا عملت ايه، يشل اللي قدامه. يعني اعظم ما يتحلى به الانسان ان يكون حكيما. طيب لما نروح للقران الكريم نلاقي القران ذكر الحكمه بعده معاني. المعنى الاول الحكمه في القران بمعنى الموعظه. الدليل على ذلك قول الله عز وجل حكمه بالغه فما تغني النذر. الحكمه بمعنى السنه، قال الله عز وجل ويعلمكم الكتاب والحكمة. رقم ثلاثة الحكمة بمعنى الفهم، قال الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة، يعني الفهم. رقم أربعة الحكمة بمعنى النبوة، قال الله عز وجل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. رقم خمسة الحكمة بمعنى البصيرة، قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. رقم ستة الحكمة بمعنى علوم القرآن، قال الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أنا محتاج المعلومة دي الناس تكتبها بخط إيدها. الحكمة في القرآن الكريم ست معاني، وكل معنى وقلنا دليله. ألخص بس المعاني بسرعة. الموعظة أدي واحد، اثنين السنة، ثلاثة الفهم، أربعة النبوة، خمسة البصيرة، ستة علوم القرآن. وناخد التليفون ونكمل. مدام أماني. مدام أماني اتفضلي. ألو مدام أماني. ألو اتفضلي، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. اتفضلي احنا معاكي. سامعاني حضرتك؟ سامعاكي. طيب ازاي حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله بخير. ازاي الشيخ رمضان؟ الله يسلم سعادتك. معلش انا اسفه، انا عندي كام سؤال سريعا كده هقولهم لحضرتك. اتفضلي. هو انا دلوقتي بابايا متوفي بقاله سنه وشهرين كده، ربنا يرحمه. هو دلوقتي ما كانش بيصلي ولا كان بيصوم، ولا كان بيصوم ولا صلاه ولا صوم. تمام. انا دلوقتي عايزه اعمل له حاجه، يعني انا عارفه الصلاه ما فيش تكفير عنه باي حاجه. طب بالنسبه للصيام اقدر اعمل له حاجه؟ حاضر. يعني انا اقدر اكفر عنه، اطلع له فلوس، اعمل حاجه ولا ايه؟ حاضر. دي حاجه. تاني حاجه هو اتوفى وهو بيغسل كبد، فعايزه اعرف هو كده فعلا شهيد ولا لا. حاضر. عند حضرتك اي سؤال تاني؟ الو. طيب هو دلوقتي ولا كان بيصلي ولا كان بيصوم، هم يقدروا يعملوا له ايه؟ طيب خلينا نقول الاول يا جماعة دي أبلغ موعظة وأبلغ عبرة. إنه الموت يأتي بغتة ويأتي فجأة، وملوش مواعيد ولا له عمر معين خالص. فأنا محتاج أبقى على استعداد، يعني ما بيصليش وما بيصومش ولقي الله عز وجل. ده أكبر عظة للحي. صح. إنه يحافظ على الصلاة، إذا نودي للصلاة فسعوا. لأنه اللي مش بيصلي ربنا توعده بثلاث أودية في جهنم. الوادي الأول غي، مش بقول على الميت، لا ده موضوع تاني، لكن دي عظة كبيرة للكل. يا جماعة لا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. فويلوا للمصلين. فيا جماعة خلي بالكم من الصلاة، خلي بالكم من الصيام، خلي بالكم من الأركان. دي رقم واحد. رقم اثنين هو قصر في الصلاة والصيام. الحي ممكن يعمل ايه؟ كل الاعمال التي تصل الى الميت بعد موته ان شاء الله تخفف عنه هذا الامر. فالدعاء هيخفف عنه الحساب
رقم 2 الصدقة الجارية، رقم 3 الاستغفار، رقم 4 إكرام صديقه، رقم 5 صلة رحمه، رقم 6 إنفاذ عهده، رقم 7 عمرة، رقم 8 حج. الأعمال دي كلها يعني كل الحاجات دي تقدري تعمليها له بالضبط. طيب هل ممكن فيما يخص الصيام بالذات أعمل له حاجة؟ آه، ربنا جعل لي بديل عن الصيام لو البعيد مش قادر يصوم يطعم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وجعل من كفارة اليمين صيام أو إطعام، يبقى إذن الإطعام بيبقى بديل عند عدم القدرة. طب هو دلوقتي مات وانقطع عمله مش قادر، تقدر تعمل إيه؟ تطعم مساكين بنية سداد ما على والدها من دين الصيام. تعمل كده فعلا. نعم. طيب هي بتقول ان هو توفى وهو كان بيغسل كبد او يعني أو كان مريض كبد، فكده ممكن يبقى شهيد؟ يا رب يشفي كل مريض، اللهم امين. وابتلاءه ده وامتحانه ده مع الصبر والاحتساب له اجر عند الله كبير جدا جدا. قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فمن قوي دينه قوي بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه، وما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. فالتعب اللي كان تعبه، الألم اللي تألمه، الوجع بالضبط، إن شاء الله يكون غفران ذنوب كامل. نقطة كمان، غسيله ده إن شاء الله نحتسبه عند الله من الشهداء، لأنه مبطون، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا المبطون شهيد. هنروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. مرة تانية معنا النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. ناخد مريم. مريم اتفضلي. حضرتك الحمد لله بخير، أهلا بيكي. يا رب دايما تكوني بخير. ربنا يخليكي يا حبيبتي، اتفضلي. انا بس عايزه اسال الشيخ على سؤال. اتفضلي. انا رمضان اللي فات ده انا ما صمتش فيه غير كام يوم، وانا عايزه اعرف ازاي يبقى عندي خشوع في الصلاه، وازاي اكفر عن ذنبي بتاع الصيام. انا ما صمتش اي ذنب اي رمضان فطرت فيه. لا خالص. يعني ايه؟ يعني انت فطرتي كام يوم من رمضان اللي فات؟ يعني اي رمضان كنت بفطر فيه في العذر بتاعي ما كفرتيش عنه؟ ما صمتوش خالص وما عودتش وكده. ورمضان اللي فات برضو فطرته من غير الذنب بتاعي. يعني كنت بتفطري من غير سبب؟ طب ليه؟ ما هو كده، ما مش عارف، انا كنت بفطر من غير سبب. انت عندك كام سنه؟ عندي 21. طيب حاضر. معلش بس ماما عايزه تسالكوا على حاجه. اتفضلي يا حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. الحمد لله بخير. إزاي الشيخ رمضان؟ الله يسلم سعادتك، أهلا وسهلا. جزاكم الله كل خير على اللي بتعملوه معانا بصراحة. ربنا يبارك لك يا رب، نورتي. الحمد لله، أنا ربنا كتب لي العمرة الحمد لله الشهر اللي فات الحمد لله. فعندي استفسار مش عارفة بس عايزة أقوله. وأنا رايحة بالطيارة بيدونا حاجات كده، فأنا خدتها ونزلت. وانا راجعه بالطياره اخدتها حطيتها في الشنطه، وفي الكرسي اللي الحاجه اللي جنبي قالت لي خديها زي دفايه كده زي شال على بيت حق. وكانت معايا اختي برضك قالت لي ايه خديها، حطيتهم كلهم في الشنطه اللي كانت في ايديا. فلقيت على الكراسي وانا ماشيه برضك سايبينهم. فانا نازله الطيار قال لي لا سيبيهم عشان احنا بنغلفهم تاني. كشفت اطلع اللي في الشنطه. فلما جيت قلت الاخت من الاخوات اللي انا بصلي معاهم في قلب الجامع قالت لي طلعي حاجه لله. طالما نيتك ان انت ما يعني ما اعرفش دي بقى اسمها ايه بصراحه. حاضر. ده اولا. ثانيا، ايه حكم الاسلام في اللي تعمل اجهاض عمدا بس للستر؟ بس ايه للستر؟ بتعمل اجهاض للستر. حاضر. وجزاكم الله كل خير، نورتينا. طيب خلينا نجاوب سؤال مريم الاول. دلوقتي هي رمضان اللي فات كانت بتصوم، كانت بتفطر من غير سبب، وقبل كده ما عمرها ما صامت الايام اللي كانت عليها، تقدر تعمل ايه؟ احنا عندنا السؤال له شقان. الشق الاول الافطار عمدا. الافطار عمدا يا جماعه ده كبيره من اكبر الكبائر. اللي يفطر رمضان وهو قادر على الصيام عصى الملك العلام، ده من المأسورات. جدا كارثه، موضوع كارثه مش سهل، ده ركن من اركان الاسلام
وانا مش عايز اقول الحديث، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شاف اناس في جهنم. من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صيامهم، يعني يفطرون رمضان. هذا لا يجوز شرعا، ده ركن من اركان الاسلام. هو انا هينفع اقعد في بيت وقد هدمت احد اركانه؟ فانت كده بتهدمي ركن كامل، مش بالتهاون ده ولا بالسهوله. لما انت في السن ده وبتفطري، امال في الخمسينات والستينات هتعملي ايه؟ هذا لا يجوز شرعا اصلا. طب المطلوب ايه في الشق ده؟ رقم واحد الندم الشديد جدا، رقم اتنين العزم مش هعمل كده تاني ابدا، رقم ثلاثة اقضي اللي انا عملته. انا فطرت عمدا 30 يوم يتصاموا. يعني انت اكيد فاكرة رمضان اللي فات، عشان بعض الناس هتقولك اصلا انا ما كنتش بصوم، بس انا مش فاكرة قد ايه، بس رمضان اللي فات اكيد انت عارفة طبعا. هو اللي فطرته عامدا متعمدا وهي قادرة عارفاهم. لازم التوبة والندم والعزم ان انا مش هعمل كده تاني عشان ربنا يتوب عليا. الموضوع مش سهل خالص. ثم تقضي هذا الـ 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 الايام، ولعل الله ان يتوب عليها. طب الشق الثاني بقى، الايام اللي كانت بتفطرها في رمضان للعذر التي تمر به النساء، تجمعهم وتصومهم، تشوف هي سنها كام وعدد السنوات اللي فطرتهم وتقضيهم. الموضوع مش سهل يا جماعة كده. الموضوع يعني خمس ايام في رمضان فطرتهم ما تقضيهمش ازاي؟ وهتعرف يا فندم. يعني انا تعرف ازاي؟ تخيلوا يا جماعة لو الايام دي فلوس لي عند حد، تمام؟ اليوم بألف جنيه هنسى؟ هبقى قاعد حاسب كل حاجة. الله ينور عليكي. انما بنتساهل في ده ليه؟ ده عبادة، ده هو الابقى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الفلوس رايحة، لكن طاعة ربنا يا جماعة ما تتساهلوش بالامر. اوعوا تتساهلوا، اوعوا تتساهلوا بمعصية ربنا، ما احنا مش عارفين غضبه فين. الله يرضيكم. فيا بنتي ما ينفعش، توبي وانيبي وارجعي واندمي واحسني واعزمي، لكن ما تعمليش كده تاني. واقضي اللي عليك، لازم يقضى، سواء كان افطار عامدا متعمدا يقضى مع التوبة، سواء كان افطار للعذر يقضى، تمام؟ ده لازم. طيب هي كانت بتقول كمان ازاي يبقى عندها حالة من الخشوع وتقرب من ربنا اكتر؟ ما هي يعني انت متخيلة حضرتك حد ما لا يقضي ركنا من الاركان بتدور على ايه؟ ارجعي لربنا، ابدأي الاول بقى، اصطلحي مع الله عز وجل، الجئي الى الله تبارك وتعالى. واكتر حاجة بتخلي الانسان يخشع في صلاته ان يتخيل انها اخر صلاة لي. يا ابا ايوب صلي صلاة مودع، صلي كأنها الله أكبر بعدها أقبل ربنا. طب بيسألوا حاتم الأصم كيف تخشع في صلاتك؟ بيتوضى بتعظيم ويكبر بتسليم وكذا وكذا، ثم يقول أدخل في الصلاة فأتخيل الكعبة أمام عيني والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن يساري وملك الموت من ورائي ورسول الله يتأمل صلاتي. أيها شفت المجموعة كده، المشهد شكله عامل بالضبط. ثم أسلم وما أدري أقبل الله صلاتي أم لا. صح. نعم. طيب سؤال والدتها بقى، الحاجات اللي خدتها وهي نازلة من الطيارة، هذا لا يجوز شرعا. ليه يا جماعة؟ الطيارة بتدي لك مخدة تسند بها رقبتك، التكييف عالي شوية وانت مش حابب التكييف بتدي لك حاجة كده زي البطانية الصغيرة أو زي الدفاية بتحطها على أكتافك وانت نازل، بتسيبها مكانك، بيعقموها ويكيسوها ويعيدوا استخدامها، فهو مال عام مش ملك. بالضبط، زي ما كان بيدي لك قلم تكتب بيه وتسيبه مكانه، مال عام. يا جماعة نقطة مهمة، المال العام كارثة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث عند البخاري، حديث عند البخاري، إن رجالا يخوضون في مال الله بغير حق. مال الله يعني إيه؟ راكب أتوبيس جيت قطع الكرسي. مال الله ماشي رصيف جيت قالع حجر منه. مال الله زرع مزروع في الشارع جيت قطعه. مال الله حاجة في الطيارة جيت واخدها، ليه؟ مش هتغنيني. إن رجالا يخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، ده كارثة طبعا. فالمطلوب إيه؟ التانية بتقول لها إيه؟ تصدقي، أصل نيتك، نيتك إيه؟ نيتي في إيه؟ أنا آسف، واحد واخد حاجة مش حقه، نية إيه اللي هسأل فيها؟ أنا آسف، لازم الحاجة دي ترجع. شوفي حد مسافر، حد رايح المطار يرجعها، حاجة دي ترجع، ونتوب إلى الله عز وجل ونعزم إن إحنا ما نعملش كده. وأنت جاية من عمرة من طاعة لله عز وجل، هنعمل بها إيه الكلام ده أصلا؟
فلا يجوز يا جماعة ولا تتساهلوا في الأمر. طب الناس اللي بيبقى عندها مرض انها تمد ايديها حتى لو هي موجوده في اوتيل مثلا، هي ماشيه تاخد الحاجات اللي موجوده في الاوتيل، فوط البرنس اي هو حاجه، هو لو اتحبس المرض هيصحى منه مش كده؟ طبعا نحبسه. اه طبعا يا جماعه حرامي، حد بيسرق؟ انت متخيله حضرتك هنطلع في البرنامج لو كان عندك مرض اسرق؟ لا يا فندم. لا طبعا. ايوه لا طبعا. هو لو خد واتحبس هيرجع تاني. لا يروح يتعالج يا فندم، ولما يروح مكان يبقى معاه حد حريص عليه يقول له ارجع. فهماني سعادتك؟ ممكن يكون بيستعبط، ان كان مريضا شفى الله كل مريض. ما عنديش مشكله. في بعض الناس اللي تلاقيها بتاخد حاجات حتى لو دخلت بيوت حد ملهاش قيمه، يعني حاجه ممكن مثلا الدمس بتاع القلم دي تروح واخداها، ما هي ما بتعملش، مش هتعمل بيها حاجه، بس ايديهم بتتمد على اي حاجه. لابد من العلاج يا فندم. المريض يعالج، يعالج عند طبيب نفسي، يروح، ولما يمشي الشخص اللي زي ده لازم يبقى معاه حد يجي يمد ايده ويرجع. طب والمد ايده خدها ياخدها منه ويرجعها مكانه؟ لازم يا فندم. لازم يبقى في انضباط في افعاله. تحكم. وبص اقول لحضرتك، خدي قاعده مفاجاه، حق العباد مقدم على حق الله. يعني لما نقف بين يدي الله يوم القيامه، حقوق العباد الاول. حقوق العباد الاول. القلم اللي انت خدته من صاحبك وحطيته في جيبك بسيف الحياه، الفلاشه اللي خدتها وطنشت وما رضيتش ترجعها، الكتاب اللي استعارته وما رضيتش ترجعه، الشحن اللي استلفته من الشركه وجيت مقطع الخط وسبت، هتتحاسب عنه يوم القيامه. الا حقوق العباد يا فندم. صح. الا حقوق الناس يا ناس. يا جماعة خايفين عليكم، اقسم بربي خايف عليكم. ما بشددش، انما انا خايف عليكم. لما تلاقي نفسك محجوز عن الجنة بألم جاب بخمسة جنيه، لما تلاقي نفسك محجوب عن الجنة بألم رصاص ملوش لازمة، لما تلاقي نفسك محجوب عن الجنة بمخدة سندت رقبتي عليها وجيت واخدها وانا نازل، احنا ده كلام ما ينفعش ابدا. صح. لا الف لا ما ينفعش. طيب نجاوب سؤال كمان ولا نطلع فاصل؟ طيب هي سألت على الإجهاض من باب، لابد الإجهاض ده بالذات تروح دار الإفتاء. لانه الكلام العام ده ما ينفعش، ده قتل نفس، والإجهاض حرام وكبيرة من الكبائر، فما ينفعش. تمام. نعم.